بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير وصباح الفل عليكم ومساء الخير. طبعا احنا بنجهز لشو الاف سي اي اللي جاي. الشو دوت من وجهة نظري القليلة والضعيفة هيبقى من اقوى الشوهات اللي هتتعمل نهاية 2018، فحابين نوريكم كده احنا شغالين على كلابنا وشغالين بنتعب قوي. ده دكر نازل الشو ان شاء الله، قلنا بالتوفيق ربنا يكرم الحلقه عشان ربنا يكرم. احنا ملوك الجيرمان، ودي فرخي وانتاجي بنت الاسطوره روي اسمها روز، افتكروها كويس قوي الكلبه دي. ان شاء الله عن كلام الاسطوره خالد رمضان قال لي متوقع لها حاجه محترمه قوي 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 ان هي تاخد بي وبي باذن الله. دي كلاب التدريب معانا دلوقتي، هنروح لكلب كلب وبعد كده هنروح للاشخاص الجامده والمحترمه اللي معانا، على راسنا طبعا اخويا وحبيبي اخويا الكبير احمد سليمان، الراجل المحترم، الراجل اللي فعلا بيحب الخير للناس كلها وبيحب الخير بجد. يعني في ناس معدوده على الصوابع كده، ربنا يكرمنا رب كده كلنا. فده بس محترم ولا هيت، ده البطل كانتو ملك اخويا وحبيبي حسام عاشور. انتظروه في الاوبن ان شاء الله، انتظروه في الاوبن كلاس. ودي الاسطوره والبرنسيسة روز، انتظروها في الانتر ميديم باذن الله. ودي البرنسيسة ملك اخويا احمد يسري بنت فرخة أكرم روت. يا جماعة فرخة أكرم روت جاية تدريب، والبطل طبعا والأسطورة هارلي، انتظروه في الوركن إن شاء الله. وده بقى الحديث الكبير قوي قوي قوي، ربنا يستر علينا يا رب وربنا يستر على الناس كلها. ده كلمة شرف وكلمة وعد، ده فرخ احمد سليمان وفوم هاوس براذر كريم شعراء وهاب بوب، انتاج مشترك ابن الاسطوره والبطل هارلي والبرنسيسة أرسانة. طبعا هنا الجرو 8 شهور عشان الناس بس اللي بتعمل فوتوشوبات للصور، فوتوشوب للصور تبقى عارفه بس هي بتعمل ايه. ده كلب اسمه دراجو، حاصل على بيست بابي بيست بيبي الشو اللي فات، وانتظروه في الشو اللي جاي ان شاء الله. ده انتاج مصري 100% يا جماعه زي ما انتم شايفين، ولا شغل ولا شعوذه، ما بنلعبش في صور، ما بنضخمش كلاب، ما بنلونش كلاب، ما بنلونش صور، ما بنجيش نعمل في فوتوشوب عظم مليان وعظم خشن عشان الجرو يبان زي ما انتم شايفين. ده جرو 8 شهور، انتظروه في الشو. وده البرنس غاندي ملك اخويا حبيبي احمد ناجي ومحمد ناجي. ودي البرنسيسة بيرلا، برنسيسة بيرلا يعني العبد الابلش، العبد الابلش. فادعوا لنا بالتوفيق كده، وانا عارف ان انا هتعض منك يا ابن اللذينه. ده روني الصغير ملك اخويا حبيبي احمد يسري، دمياط وادب دمياط. فرخ اخويا حبيبي احمد زايد، ربنا يبارك للناس كلها، انتظروه في شو الاف سي اي. ودي كوبا البرنسيسه هابي، برنسيسه هابي يعني المعنى الحقيقي للشورت هير، المعنى الحقيقي للشورت هير. كلبة احمد سليمان ربنا يبارك له يا رب، نازله ان شاء الله في الاوبن. طبعا احنا مفتقدين، انا عن نفسي مفتقد حاجه بحبها قوي 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 قوي، ربنا يبارك له فيها، كوبا. انا مفتقدها الشو ده، بس متعنا برضو بكلبه تانية هابي شورت هير، المعنى الحقيقي للشورت هير، المعنى الحقيقي للشورت هير، ربنا يبارك لك فيها يا رب. وبعبع الرنجات واسطوره الرنجات وبعبع شوهات مصر الاسطوره روني، ده طبعا ماي سان، ده ابني. يعني انا ان شاء الله في شويه حاجات في وشه كده هتبدا تروح ان شاء الله من هنا للشو، ربنا يكرم الحاله يا رب كده. انتظرونا في الشو اللي جاي، هنكسر الدنيا ان شاء الله بيتش. ودي برضو البرنسيسه اللي بنسى اسمها على طول،
الاسم يعني مش اسم تقيل، ملك احمد يسري بنت الكلب الرويال بلاك بتاع احمد، ربنا يبارك لك يا رب. وطبعا بقى نيجي ايه لنجوم الجيرمان شيبرد في مصر كلها، على راسهم احمد بسليمان. حبيبي والكلمه ربنا يبارك ان شاء الله ويبقى شو حلو ان شاء الله. وطبعا من غير بقى شعوذه ومن غير اي حاجه، اخويا وحبيبي كابتن مانو، يعني الرجوله والادب والاحترام، انتظرونا مع اجمد ثنائي في الشو. حبيبي يا بوب، التوفيق لكل الناس، ونتمنى لكل الناس تكون مستعده كويس ومظبطه كلابها ومجهزه الكلاب، لان الشو اللي جاي ان شاء الله هيبين مجهود ناس كتير، ناس تعبت كتير قوي عليه. ثواني يا مصطفى عرفه، اتمنى ان الناس كلها تكون مجهزه كلابها صح، لان الشو اللي جاي ان شاء الله هيكون بمعنى اصح تحديد مصير اللي بجهز كلبه كويس واللي ما بجهزش كلبه كويس. وبالتوفيق لكل المشتركين ان شاء الله، واتمنى ان يكون يوم سعيد لكل الناس، والناس كلها تقضي وقت كويس وتستمتع بالشغل اللي احنا هنقدمه باذن الله في الشو اللي جاي. انتظرونا يوم السبت يوم 1/12 باذن الله. وطبعا مع اخويا وحبيبي الصمت، صمت كبرياء احمد ناجي. مساء الفل عليكم يا رجاله كده، وبالتوفيق ان شاء الله الشو جاي باذن الله مع اخونا الكبير حبيبي. وطبعا بقى مع النوش كله ومع المشاكل ووجع الدماغ والبوستات وكل حاجه حلوه، اخويا حبيبي محمد ناجي. يا بوب اي حاجه من اجل عيونك تيجي تحت رجليك، انت قد الدنيا كلها يا بوب. ربنا يوفق الجميع يا رب ويرزق الجميع خير يا رب، وربنا يدينا كلنا على قد نيتنا يا رب. كلمه من الاخر بقى، مانو قال لك يعني انتظرونا هيبقوا شو جامد، ده هتبقى حلقه مصارعه جامده جدا، فاشتغلوا جامد قوي عشان احنا يعني بفضل الله بفضل الله شغالين من الساعه 6 الصبح لغايه الساعه 12 الظهر، وبنريح علينا وبنيجي نشتغل زي دلوقتي كده لغايه بالليل. الناس شغاله وهي تعبانه مش قادره. يعني الراجل ده واخد 3 حقن عشان يقف على رجليه، تعبان وشقيان. ان شاء الله هيكون اقوى شوط عمل في مصر باذن الله بمجهود الناس وبتعاون الناس كلها مع بعض، ونتمنى ان الناس كلها تكون متعاونه مع بعضيها وقلوب ايد واحده، ونظهر الشكر ان هو يبقى نخرج اليوم بيوم بمنتهى الاداء الكويس والرقي والتقدم اللي نبان بيه بره مصر ونقدر ننافس بيه بره مصر. بالتوفيق لكل الناس ان شاء الله يا رب. وبصه ثانيه على الكلاب اللي هتبقى نازله الرينج، طبعا في 4 كلاب ناقصين يا جماعه، البرنس محمد عيد ما جاش، استاذ محمد عيد، واخويا حبيبي مروان اسكندريه، واخويا حبيبي مصطفى عرفه، اخويا وحبيبي مصطفى عرفه، وطبعا حسام عاشور قلناه في اول الفيديو. ففي حوالي 4 كلاب تاني هيخضوا بجد بجد، منهم نتايه جامده قوي، فرخ كين بتاع مصطفى عرفه، وفي ذكر كوكيجن هيبقى علامه مميزه قوي، ملك اخويا حبيبي محمد عيد، واللي في ظهري ده ملك اخويا وحبيبي حسام عاشور كانتو. بص يعني احنا نازل في الاوبن، بس طبعا يعني ربنا يكرم الناس كلها، احنا شغالين بشغل جامد قوي وشغالين بحب وباخلاص وباحترام، فرب تكون سنه سعيده علينا كلنا. اخويا رابح حبيبي ربوح، صباح الفل يا رابح اخويا وحبيبي، تسلم لي اخويا حبيبي، صباح الفل عليك حبيبي عبد الله، تسلم يا صاحبي حبيب قلبي حبيبي والله عبد الله، تسلم عبد الله، الله يكرمك حبيب قلبي. حبيب احمد يا سمير تسلم لي يا حبيب قلبي، حبيبي معلمه حبيبي تسلم، مصطفى تسلم لي يا غزال، غزال مصر حبيبي يا رايق حبيبي، صباحكم فل. احمد يا عمر يا جامد، بتشاهد الفيديو احمد يا عمر وما بتعلقليش، ده انا هطرقع لك. وايكا المشاغب، ايكا المشاغب شاف الفيديو وشاف البث وما دخلش، ماشي حبيبي حبيبي يا عبده، حبيبي يا بندق تسلم لي يا بندق، تسلم يا حبيب قلبي بندق. وفي نهاية الفيديو حابب اقول رسالة صغيرة قوي، او مش رسالة بالنسبة لنا، يعني انا ان شاء الله بعد الشو ده ربنا يكرم الحال يا رب، الشو ده والشو اللي بعديه، يعني في شوهين كده لغاية شهر 3 ان شاء الله. حبيبي يا هوبا تسلم يا اهاب، الله يكرمك يا حبيب قلبي، حبيبي يا محمد الله يكرمك، تستاهل انت كل خير والله حبيبي، يا محمد يا عمر الباشا محمد عمر تسلم لي يا حبيب قلبي، سامر تسلم، سامر ناجي الله يكرمك يا حبيبي. حابب اقول حاجه صغيره كده يا جماعه، واحنا بنتفرج على الكلاب، ربنا يكرم الحال يا رب،
حبيبي يا عم محمد يا رب، أسطورة الجيرمان شيبرد، حبيبي الباشا محمد عمر العقيد محمد عمر الراجل المحترم. تسلم لي يا غزال، تسلم لي يا حبيب قلبي. حابب أقول حاجة صغيرة كده بس، يعني أنا خدت قرار مع نفسي كده، هو صعب عليا، قرار صعب جدا جدا عليا، بس لازم أخده، لازم أخد القرار ده. إن شاء الله الشو الإف سي آي اللي جاي دوت، والشو اللي بعديه واللي بعديه، يعني في لغاية شهر 3 انا هاخد قرار بعد الشو اللي جاي ده، بعد شو الاف سي اي بتاع الكويت، وبعد الشو بتاع الاس في وبتاع جمعيه الجيرمان شيبر اللي هي يرقصها خالد رمضان ومعتز ابراهيم. ناوي اخد قرار كده بعد الشوهين دول ان شاء الله. قرار يبقى صعب عليا، بس يعني انا شايف اللي هو يبقى صالح ليا شويه، يعني صالح ليا، وهبقى اقوله واعرضه لما اخلص الشو دوت ان شاء الله، والشو اللي بعديه لما ننزل نتائج الكلاب، ويا رب يكون في حكم عادل وفي تحكيم عادل يشرف الدنيا كلها، حتى لو الكلاب كلها خسرت او الكلاب اللي انا مدربها كلها خسرت. حبيبي يا محمد يا حسن حبيبي، اظهر وبان، حتى لو كلابي كلها خسرت انا ما عنديش مشكله والله. الحمد لله رب العالمين. انا منزل هارلي، منزل روني تحصيل حاصل كده، مش فارق معايا ياخد مكسب او يكسب او ما يكسبش، انا منزله عشان بقاله 3 شهات ما بيلعبش، وانا مش متعود ان انا اركن روني خالص. لكن روني خلص كل حاجه، خلص جميع التايتلات، ما عندوش اي حاجه هيحصل عليها، يعني كل اللي جاي، يعني بقاله 5 شهات كل المراكز الاول اللي بياخدها انا مش مستفاد بيها، ولا الصاص ولا الصاصيب مش مستفاد بيها، عشان انا قفلت تايتلات، خد كل حاجه، خد جراند وتشامبيون ومالتي وكله حتى الدوليه، يعني خد كل حاجه. فانا منزله الشو دوت لان انا يعني المفروض باخد قرار كده مع روني ان انا خلاص مش هنزله شوهات تاني، ده هيبقى اخر شو لي، اللي هو اخر شو بتاع شهر 3. دول اخر 3 شوهات ان شاء الله روني، مش هنزله شوهات تاني. اما بالنسبه لهارلي، هارلي الحمد لله واخد تشامبيون، واخد جراند، واخد في 16 على العالم 2017. الحمد لله كلابه كلها كسبانه بره، عندي زورو فرخ هارلي ومولي تشامبيون، وروني وهارلي تشامبيون وفي 16 على العالم، لعب في الكويت وكسر الدنيا، انتاج مزرعتنا بوم هاوس براذر، كسب بره مصر، كسر الدنيا في الكويت، وعندي انتاج في الامارات، جرو بيبي لعب في الشو برضو. حبيبي يا اسطوره، انت الاسطوره حبيبي يا محمد يا حسن، لعب وكسر الدنيا بره، بس للاسف يعني البيديجري الوحيد اللي انا فكرت ان انا اعمله اكسبورت بيديجري هو الكلب زورو اللي هو راح الكويت، لكن انا الحمد لله رب العالمين بعت كلاب كتير قوي خارج مصر بيديجريهات باسمي، فربنا يكرم الجميع وربنا يكرم الناس كلها، وادعوا لنا بالتوفيق. احنا هنبدا تدريب دلوقتي وهنبدا نشتغل، ادعوا لنا كده رب كده بالتوفيق، ويا رب يوفق الناس كلها، وانتظرونا بكل جديد، وربنا يكرم الناس كلها. صباح الفل عليكم، وكل سنه وانتم طيبين. كلمه اللي بحبها على طول، ثقه في الله نجاح، مش غرور والله، والله العظيم مغرور، ثقه في الله نجاح. حبيبي يا هانجو، تسلم لي يا حبيب قلبي يا هانجو، ثقه في الله نجاح، ولكل مجتهد نصيب، لكل مجتهد نصيب. حبيبي يا عم رياض يا جبر الراجل المحترم، حبيبي يا علي، ده انا كده مش هقفل البث يا جماعه. رياض جبر ده من الشخصيات المحترمه جدا جدا جدا، من الشخصيات القريبه لقلبي قوي، رياض جبر الراجل المحترم. وطبعا علي اخويا وحبيبي، تسلم لي يا علوه حبيبي يا هانجو نجم امبابه. طبعا انا عديت في مراحل جامده قوي وصعبه قوي الايام اللي فاتت دي، سواء في شو الاس في خارج مصر لما دخل هارلي البطوله، وكان بمساعده كل مصر على راسهم طبعا اخويا وحبيبي محمد مصطفى ورياض جبر وناس كتير قوي نزلت، كان اهاب وهارلي ده ضجه اعلاميه على الفيس كله بيدعمني ان انا الكلب يرجع والورق يرجع والكلب يخش بطوله العالم، والحمد لله الكلب دخل بطولة عالم وحقق مركز محترم في 16 الحمد لله. أنا بالنسبة لي المركز ده بالنسبة لنا أول، لأن الحمد لله الكلب ده كسب بمجهود يا جماعة، بمجهود بتعب، بمجهود جامد قوي. وطبعا أحابب أشكر أخويا وحبيبي أحمد فوزي الراجل المحترم، والمدام مدام أخويا
انيا، فطبعا يعني الناس دي تعبت جامد على الاي بول كي كي ال بتاع هارلي لغايه ما الحمد لله اجتاز وعدى وعد محترم واشتغل محترم. فانا بحب اشكر الناس كلها اللي سندتني اللي وقفت معايا، ويا رب كده يا رب اي حد زعلان مني بحسن نيه او بقصد يسامحني، واحنا كلنا اخوات في الاول وفي الاخر، وربنا يكرم الناس كلها. كل سنه وانتم طيبين، وثقه في الله نجاح، ولكل مجتهد نصيب، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله الناس كلها تطلع من الشغل مبسوطه ومحققه القاب محترمه. وطبعا انا فرحان جدا اللي ثلاث ارباع او يعني ثلاث ارباع الكلاب اللي هتبقى نازله الشو سواء معايا او مع اي شخص تاني الحمد لله طلع من تحت ايدي تدريبي. يعني كل الكلاب اللي الحمد لله على الساحه، حبيبي يا تيتو، حبيب قلبي، ازهر وبان يا تيتو، حبيبي يا عم رياض اخويا الكبير، حبيب قلبي وليا الشرف ان تبقى اخويا، حبيبي يا هانجو نجم الغي يا هانجو. طبعا الحمد لله، يعني نسيت كنت مجمع في ايه والله، بس يعني تعبنا كتير وربنا يجزينا كل خير. انا مبسوط جدا ان الكلاب اللي مكسره الدنيا دلوقتي على الساحه الحمد لله رب العالمين طالعه من تحت ايدي، طالعه من تدريبي الحمد لله رب العالمين. بدون ذكر اسامي كلاب عشان ما انساش حد، كان في كلاب الحمد لله كانت جايه لي ويشهد كده اصحابها، كلاب كانت بتيجي تعمل حمام على نفسها. حبيبي يا كرولوس تسلم، كركر حبيبي يا كركر، حبيبي تسلم، حبيبي يا احمد الله يكرمك يا حبيب قلبي، كانت بتخش تعمل حمام على نفسها اول ما لبست الخناق، وكانت بتوطي ما بترفعش رقبتها، وكانت مشاها وحش جدا في الرنج، والحمد لله اجتهدت وتعبت بمجهود جامد، والحمد لله دلوقتي الكلاب دي مكسره الدنيا. طبعا ربنا يبارك لاصحابها يا رب، وربنا يبارك للناس كلها. انا حابب اللي انا بس حبيبي ربنا يخليك يا ابو حميد الله يكرمك يا تيتو، جاي لك قريب يا تيتو بعد الشو ان شاء الله، حبيبي يا تيتو نتغدى مع بعض باذن الله. فحابب بس ان الناس كلها بس تراعي ربنا بس، ومحدش يتكلم في ظهر حد، ومحدش يذم في حد، وحبوا الناس شويه وحبوا بعض شويه، والله لو حبينا بعض هنبقى احسن الناس في الدنيا. احنا عندنا كلاب يعني كل شخص بنفسه. حبيبي محمد يا مجدي، حبيب قلبي يا محمد يا مجدي تسلم لي، ان شاء الله ان شاء الله جاي لك الغردقه قريب باذن الله حبيبي. لو حبينا بعض وحطينا ايدينا في ايد بعض والله العظيم احنا المانيا اتنين، المانيا اتنين، في المانيا بره وفي المانيا هنا في مصر اللي هو احنا المصريين. احنا عندنا كلاب جامده جدا ومكسره الدنيا، بس للاسف احنا ما بنحبش بعض، ما بنحبش بعض ونحبش الخير لبعض. الكلام ده ممكن يزعل مني ناس كتير قوي، ممكن اكون بشتري في حاجه مع حد، حد ينط على البيعه عشان يزود البيعه، عشان اهاب ما ياخدش الكلب، مش شرط اهاب يعني، عشان اهاب ما ياخدش الكلب، عشان فلان ما ياخدش ده، عشان ده ما يبقاش احسن من ده، مع ان في الاول وفي الاخر كلنا ايد واحده، كلنا اخوات، كلنا بنكمل بعض لو احنا فهمنا الموضوع صح وبصينا للصوره صح، هنلاقي الموضوع سهل جدا، هنلاقي الموضوع اسهل من ما يمكن. قووني وربنا قوينا يا رب على القرار اللي هاخده بعد شو شهر 3، ربنا قوينا يا رب وما ارجعش فيه يعني. رب عم طارق حبيب قلبي وطبعا حياتي وعمري وسندي وكل اللي ليا، ام مؤمن حبيبه قلبي ربنا يخليكي ليا يا رب، انت اللي بتساعديني في كل حاجه، وفعلا انت ظهري وكتفي وسندي طبعا مع اخواتي واصحابي ومع اهلي، بس انت رقم واحد عندي وانت عارفه الكلام ده كويس. حبيبه قلبي ربنا خليكي ليا، حبيبي عم طارق حبيب قلبي من اول الناس اللي بدات تنزل البوست عن قصه هارلي، الله يكرمك عم طارق، وبجد بجد بجد عم تامر اخويا وحبيبي تسلم لي عم تامر، حبيب قلبي حبيب قلبي عم تامر من اجدع الشخصيات اللي ممكن تقابلها في حياتك، بجد بجد من اجدع الشخصيات، ربنا يخليك يا عم تامر يا رب تسلم لي يا حبيب قلبي، من اول الناس اللي دعموني في حوار هارلي بجد وما سابنيش لغايه الاخر حبيب قلبي، والله ما فيش جراوي حاليا حاليا، والله يا محمد ما فيش جراوي للاسف، والله يا جماعه عشان ناس كتير بتسال على جراوي، انا ما بعرفش ابيع جرو مش فرخي يعني، ما بعرفش اجيب كلاب وابيعها، ما بعرفش اروح اجيب بطني من هنا او من هنا وابيعها، غير لما حد بيقصدني في جرو جامد بميل ممكن
على اخوي اخواتي في الغيه اشوف لهم جراوي محترمه، لكن انا والله ما بعرضش جراوي اليومين دول لان ما عنديش انتاج اليومين دول، بس في انتاج قريب هيكسر الدنيا، انتاج من هارلي وانتاج من روني. اجهزوا اجهزوا يعني، كل الناس اللي بتفرخ تجهز عشان هتشوف حاجات هتمتع عينيك بيها، وجهزوا بجد بجد عشان الايام اللي جايه دي ايام حلوه وايام خير، وربنا يكرم للناس كلها. وصباح الفل عليكم ونهاركم ابيض، وهسيبكم بقى. ربنا يخليك ليا يا قلبي، ربنا يخليك ليا حياتي وعمري. هسيبكم عشان طبعا هخش بقى اجمل عشان هندرب وهنشتغل وهنشقى. احنا بنشتغل كل يوم يومين يا جماعه، واللي حابب يدرب كلبه معانا احنا اوبن دي مفتوح 24 ساعه. تواصل معانا لو حابب تيجي الرينج معانا وتدرب، احنا كلنا بنكمل بعض وكلنا غيه واحده، وندرب كلنا مع بعض نعمل رينج جايه محترمه، رينج محترم. وصباح الفل عليكم، وانتظرونا الشوط اللي جايه بقوه. نهاركم ابيض وصباح الفل عليكم يا رجاله.